اجتمع السادة ورؤساء العشائر الأصيلة والوجهاء والمثقفين في قضاء المحاويل ونواحيها والمجتمعين في مضيف عشيرة القريعات للإعلان عن وقفتهم الوطنية اتجاه عراقنا الغالي، وكانت دعوتهم إلى الآتي: دعم ومساندة أبنائها المتظاهرين المطالبين بالحقوق المشروعة لأبناء العراق من خلال مظاهراتهم واعتصاماتهم، على أن تتصف بالسلمية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم التعرض للأجهزة الأمنية. ندعو أبناءنا من منتسبي الأجهزة الأمنية عدم المساس بشرعية المتظاهرين ومطالبهم، وعدم المساس بهم كونكم تمثلون وإياهم ثروة العراق الغالي. احترام القنوات الإعلامية التي تنقل الواقع الحي للمطالب المشروعة والوجه الحضاري للتظاهر.